مرحبا بكل مشاهدينا، حلقة جديدة من طعم البيوت لسه معاكم في هذا الشهر الكريم والفضيل، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إحنا في العشرة الخاصين بالمغفرة، ربنا ينولهن إن شاء الله جميعا. النهاردة حلقتنا طبعا عنوانها لما كنت صغير، ولما كنت صغير عندنا ذكريات كتيرة جدا إحنا بنعيشها وبنفتكرها دايما وبنستمتع بيها لما بنفتكر إزاي وإحنا صغيرين كنا بنقضي شهر رمضان الكريم. والحقيقة إنه كلنا سواء كنا في مراحل عمر متوسط أو أبائنا أجدادنا حتى الأطفال الصغيرين دلوقتي حريصين على إن إحنا لازم نبقى ننقل للجيل الصغير دوت فكرة إنه إزاي يبقى عندك ذكرى حلوة خاصة برمضان. يعني ممكن الأجيال دلوقتي اختلفت والطقوس الرمضانية اختلفت تماما عن أيامنا، لكن ده ما يمنعش إن إحنا نحكي لهم وإن إحنا نوري لهم حاجات ونعيشهم في بعض الذكريات الخاصة بشهر رمضان الكريم. يعني مفيش حد فينا بينسى فانوس رمضان ولا المسحراتي ولا فوازير رمضان ولا اللمه الحلوه اللي على الفطار، حاجات كتيره وذكريات حلوه قوي خاصه بشهر رمضان الكريم. والنهارده من خلال ضيفتنا اللي هتكون موجوده معانا النهارده هنعيش معاها الذكريات دي ونفتكر معاها لما كانت صغيره ازاي كانت بتعيش وبتستمتع بهذا الشهر الكريم وايه اللي قدرت ان هي تنقله من ذكريات لاولادها ولاحفادها. ضيفتي النهارده الحقيقه هي اول سيدة مصرية تعمل أو تحصل على درجة الدكتوراه في الجراحة العامة من كلية الطب جامعة القاهرة، وكمان هي شغلت أو كانت أول سيدة تشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة. كمان عايزة أقول لكم إن هي كانت أول سيدة مصرية وعربية تعمل في هذا المجال، مجال الجراحة العامة، وكانت أول سيدة مصرية وعربية وعلى مستوى العالم أيضا تتخصص في مجال جراحات العقم عند الذكور. طبعا يعني ده تخصص من التخصصات الدقيقة جدا، وهي كسيدة كان صعب اختراق هذا المجال لكن اخترقته ونجحت فيه. ذكريات كتيرة هنتكلم معاها النهاردة في مشوارها من صغرها وعلى مدار مشوارها الجميل، بس خلونا في البداية نروح كالعادة نستمتع بأغنية جميلة لحكيم ونرجع على طول. رجعنا مره تانية مع كل مشاهدينا ودخلنا مطبخنا، مطبخ طعم البيوت اللي بنقدم من خلال وجبات سهله وسريعه وبسيطه ومغذيه في نفس الوقت. واحنا طبعا في شهر رمضان بنحاول نقدم لكم حاجات كده تنفع في الفطار وفي السحور. احنا النهارده هنعمل حاجه حلوه، ورمضان بيحب الحلويات كتير. النهارده هنعمل مهلبيه قمر الدين. طبعا المهلبيه بنعملها طول السنه بس بتبقى فرصه بقى في رمضان عندنا قمر الدين فبنستغله وبنعمل بيه مهلبيه قمر الدين. مكوناتنا سهله وبسيطه ويعني موجوده طبعا عندنا في رمضان. قمر الدين، قمر الدين او بنعمله طبعا عصير في الاول، يعني بنبله ونخليه بعد كده نضربه في الخلاط لغايه لما يبقى معايا شويه عصير كده تقال شويه لقمر الدين. وبعدين معايا نشا ومعايا سكر ومعايا جوز هند عشان نزوق بيه. حاجات سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشكله، وكمان الطبق سهل وسريع. احنا هنعمل ايه؟ هناخد نشا وندوبها في الميه، نحط الميه شويه بس كده. وهحط شوية نشا. تعرفين طبعا القمر الدين من الحاجات الرمضانية الشهيرة جدا ومن الحاجات اللي احنا بنحب نعملها عصير كتير، يعني القمر الدين بقى والكركديه والتمر هندي والخروب والعرق سوس والسوبيا. يعني الحقيقة رمضان كريم فعلا في الحاجات دي، بس احنا كمان بيبقى عايزين نقول انه لازم ناخد بالنا انه الحلويات والسكريات الكتيرة بتعمل مشاكل، فالواحد برضو عشان ما يطلعش من رمضان، وخصوصا ان احنا من قبل رمضان واحنا قاعدين في البيت بقالنا فترة العملية يعني باظت، يعني الحقيقة في الأكل كله بياكل وبيخليش باله لأنه مفيش رياضة مفيش حركة كتير، لازم نخلي بالنا. احنا خلاص دوبنا النشا والحلة اهي على النار، هحط فيها العصير بتاعي عشان هي سخنة اهي كمان عشان تخلص بسرعة. ادي العصير وهحط بقى عليه كل المكونات وكده. الليلة حلوة قوي، سهلة وبسيطة وعلى طول. ادي كده وهقلب بس على طول عشان خاطر ما يكلكعش مني. وفاضل بس ان انا احط السكر. طبعا السكر يا جماعة قمر الدين اصلا بيبقى حلو، فيعني ممكن ما نزودش سكر كتير قوي عشان خاطر ما يبقاش برضو ايه حاجات مسكرة زيادة عن اللزوم.
بصوا هي كده خلاص، بس يا دوبك ياخد غلوه وهيبقى الطبق بتاعي خلص. نسيبه ياخد غلوه قبل لما الم انا الحاجات اللي معايا هنا. احنا ممكن ناخد تقرير كمان نشوف فوائد قمر الدين لغايه لما ترجعوا لي يكون الطبق بتاعي او القمر الدين يعني المهلبيه غليت، ونصبها مع بعض نشوف التقرير من فوائد قمر الدين ونرجع على طول. قمر الدين مشروب رمضاني لا تخلو منه موائد إفطار رمضان، وهو عبارة عن عصير مشمش مجفف مضاف إليه السكر وزيت الزيتون. وتشتهر بإنتاجه بلاد الشام والأردن، ودمشق تعتبر أرضاً خصبة لنمو شجر المشمش الذي يصنع منه قمر الدين المشهور. وقمر الدين مصدر جيد للفيتامينات والمعادن ويقي من العطش، لذلك يفضل تناول القليل منه وقت السحور. برجع مرة تانية مع كل مشاهدينا، والمهلبية لسه على النار مستنية بس لما تغلي أو لما تبقبق كده معانا وتغلي يبقى هي كده خلاص جاهزة ونغرفها على طول. شوفوا بقى يا جماعة هي ابتدت تغلي أو تبقبق زي ما بنقول، هي بتطلع الفقاقيع دي، هي كده خلاص جاهزة على إن احنا نغرفها. شكلها جميل وطبعا هي مغذية جدا، فأنا هرفعها من على النار وهبتدي أغرفها مع كل مشاهدينا. وخلونا بقى ناخد معانا على التليفون أستاذ محمد عبد المحسن خبير التغذية واللياقة البدنية. استاذ محمد اهلا وسهلا بيك يا استاذ عبير، كل سنه وانت طيبه وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب. اخبار حضرتك ايه في رمضان؟ انا بخير الحمد لله، ورمضان سعيد علينا، وندعي ان ربنا يعدي الايام دي على خير ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله. انا عايز اسالك بقى يعني احنا ازاي الو انا معاك يا فندم، انا سامعك كويس جدا. تمام، عايزه اسالك احنا ازاي نحقق المعادله الصعبه، يعني ناكل حلويات في رمضان ونحافظ على لياقتنا وجسمنا ورشاقتنا، لان الدنيا باظت معانا خالص من قبل رمضان. هايل، ده سؤال مهم جدا وبيطرح في كل رمضان طبعا. طبعا اثناء فتره الصيام احنا بنبقى قاطعين الاكل فوق الثمان ساعات، فجسمنا بيفقد كميه كبيره من الجلايكوجين او من الكربوهيدرات والطاقه. فطبيعي جدا لما بنحب وقت الفطار يجي يبقى جسمنا اول حاجه بيحتاج لها الطاقه، فعشان كده ارتبطت احتياجات جسمنا بعاداتنا ان احنا بندور على الحلويات. المشكله الاكبر لو ما حصلش اعتدال في الحلويات هتؤدي لنهايه ماساويه وهي زياده الوزن. صحيح. بالظبط، طب نتصرف ازاي في الموضوع دوت؟ الموضوع بسيط جدا خالص، يعني انا لو المغرب بيأذن وعايز اكسر صيامي يا اما اخد حاجات عاليه في البوتاسيوم عشان تعوض جسمي احساس العطش ونقص الميه، يعني اكثر على تمر، وانا بنصح دايما كل الكلاينت بتوعي ان انت تكسر صيامك على تمر وتاخد مزايه، بعد كده تبدا تفطر الفطار بتاعك. السؤال الثاني، بعد ما خلصت الفطار دايما البروتوكولات بتاعتنا بيبقى فيها كنافه وقطايف وحلويات. ايوه بالظبط، ورا بعض، المشكله ورا بعض كله. بالظبط بالظبط، هو بطبيعه الجسم البشري الزياده عن احتياجات جسمي من العناصر الغذائيه حتى لو كان اكل صحي هتؤدي لزياده في الوزن. ايوه. كذلك بالظبط، كذلك تجويع نفسي والنقص في العناصر اللي محتاجها جسمي هتؤدي برضه لنهايه تراجيديه برضه. طب نتصرف ازاي؟ الاعتدال مطلوب جدا. انا دلوقتي بعد ما اكلت احتياجات جسمي من السكريات ممكن تكون لسه عاليه. ايوه. اجرب ازاي؟ ممكن اكسر احتياجات جسمي ونقص السكريات في جسمي بسكر الفاكهه. الفاكهه موجوده في كل بيوتنا، يعني انا قبل ما اكل حلويات النصيحه اللي نديها لمشاهدينا في الشهر الكريم ابدا مثلا خد لك نوعين فاكهه مع بعض وابدا كل الحلويات، احتياجك من السكريات مش هو اتغير. يعني نحاول دايما يا استاذ محمد ان احنا يعني زي ما كنا بنمشي قبل رمضان نحاول برضو ما نمنعش نفسنا. بالزبط. بس اهم حاجه ان احنا دايما ناكل الاول الفاكهه بحيث ان احنا لما نيجي ناكل حاجه حلوه مسكره كتير يعني ناخد جزء صغير. انا بشكر حضرتك جدا. حضرتك مظبوط جدا. انا بشكرك، ميرسي جدا على يعني المعلومه، وميرسي جدا على مداخلتك، شكرا جزيلا استاذ محمد
عبد المحسن خبير التغذية واللياقة البدنية. بصوا يا جماعة، ده شكل الطبق، شكله جميل ومغذي جدا، وفي نفس الوقت سهل وسريع، ما أخدش مننا مجهود، وشوية حطينا جوزين ده على الوش. طبعا اللي يحب بقى يحط زبيب، يحط مكسرات زي ما انتم بتحبوا، بس هي الفكرة كده وسهلة وبسيطة وسريعة. خلونا نروح نشوف تقرير تاني معانا، والتقرير المرة دي هيكون عن زراعة يعني بعض النباتات داخل البيت. ازاي ممكن بحاجات بسيطة او بامكانيات بسيطة كده وبمساحة صغيرة نستغلها جوه البيت، ونزرع زرع يفيدنا ويبسطنا ويغذينا وفي نفس الوقت يبهجنا. تعالوا نشوف التقرير ونرجع على طول. لما كنت صغير بيبقى فيه أحلام كتيرة وطموحات وحاجات حلوة وذكريات جميلة. لما كنت صغير هنعرف أكتر عن المرحلة دي من خلال ضيفتنا الأستاذة الدكتورة ألفة السباعي، أستاذ الجراحة العامة وجراحة الحوض والقولون والشرج. أهلا بحضرتك معانا، كل سنة حضرتك طيب. أهلا بيك. رمضان كريم. الله أكرم. واحنا النهارده عايزين نفتكر مع حضرتك ونفكرك برمضان وانت صغيره. لا، ده رمضان ده كان حاجه تانية خالص ودنيا تانية. اللي احنا فيه ده حاجه ثالثه ورابعه. لان التكنولوجيا دلوقتي غيرت الدنيا خالص. صحيح. زمان كنا ناس بسطاء جدا. يعني فانوس يساعدنا، نلعب مع اهلي مع اصحابنا في البيت، بيبقى جو دفء رمضان جميل جدا. وبتاع الاعداد له، يعني ما انا في بيتنا كان بيتنا ملتزم جدا ان رمضان ده يعني ليه طقوسه وله احتفالاته وله حاجات، ونشتري كل وانا كنت اصلي ملتصقه بامي قوي. لان انا كنت بنت واحده واتنين صبيان بيني وبينهم 8 سنين اكبر مني، اكبر مني 8 سنين. فما كانش في فرصه ان العب. وبعدين انا كبنت كنت يعني دلوعت ابوها. مش هنقول ماما، يعني كانت الست حازمه، البابا كان يعني دلع من فوق الوصف. تمام. فهي كانت تخاف ان انا يبوظني، فانا كنت انا وبابا كنا اصحاب. يعني كان بينا علاقه صداقه، يعني رغم كل التدليل ده، بس كل ما شاء الله حضرتك طلعتي شخصيه قويه جدا. بالظبط. يعني ليه؟ لان هو كان راجل غريب جدا، كان يقول لي ألفت انا حنون حنين وانت حنينه، انا عاطفي وانت عاطفيه. يعني تصوري في اب يتكلم مع ابنه بالشكل، بنته بالشكل. فكان دايما يقول احنا شبه بعض، زي بعض. فكنت حاسه ان هو قريب مني. كل حاجه في حياتي كنت اقولها. فكان دايما هو انا ملتصقه بيه ايضا، ببابا في البيت، وماما لما بتيجي تروح تعمل حاجه ولا اخرج ولا ابقى في المطبخ، اول ما ابقى في تخش المطبخ مع الداده وتشتغل وانا اقف معاها محبه اتفرج في الحاجه تانية. في رمضان كنت تقفي وتتعلمي حاجات بتفرج باني ما بطبخش. يعني ما بطبخش. يعني طبخت فترات يعني كده بسيط، لكن ما بطبخش ابدا. ليه بقى؟ المطبخ عايز تركيز اكتر، كل تركيزي للعلم والدراسه. ايام بقى احلام الواحد يعني كانت سابقه الواحد. أحلام الواحد إن هو يعني عايز يكون، شوفي من 5 سنين يعني بابا الله يرحمه كان يقول لي يا دكتورة ألفة. فكان يعني نمى جواكي إن أنا حب المهنة. فكانت الكلمة دي. والد حضرتك كان دكتور؟ لا، ما كانش دكتور. كان رجل أعمال. وبعدين أنا كنت فكرة الدكتور دي يعني في دماغي وكل حاجة. وبعدين كنت ألعب بالعرايس وكل حاجة، وأقعد جنب ماما أتفرج عليها وبتخيط. كانت رائعة في الخياطة. طب يعني ممكن كنت تعملي حاجات تخيطوا حاجات رمضان، يعني الزينة والحاجات دي؟ كل حاجة كنا نعملها انا وهي، اقعد معاها جنب المكنة وتقعد اشتغل معاها وتعلقي الزينة ونعلق ونعمل. لا، رمضان ده كنا بنعمل قصة في البيت. مع الجيران بقى ولا ايه؟ لا، احنا في بيتنا احنا. كان بيت مستقل، فانتوا كنتوا بتحطوا زينه في زينه في البيت وفي ما نطلعش. ايه اكتر الحاجات اللي كنتوا بتبقوا حريصين بقى ان انتوا تحطوها؟ الفانوس ولا؟ لا، ده الفانوس ده لازم يتجابوا اتنين كمان عشان انا فيري سبيشال. كان فانوس بشمعه بقى، مش كده؟ بشمعه، وتفتحي الشباك كده وتحطي الشمعه ونزل بتاع الشمعه على ايدين الواحد. لا، كانت ايام جميله. وبعدين طبعا في اصحاب الاسره بيجوا، القرايب والاهل، كنا بنعمل سحور وفطار. ولمه الاسره في رمضان ليها مذاق اخر، وانا مش كده برضو حرصت عليها ان انا دي اعملها دايما في رمضان. كل سنه اجيب الاسره والحبايب والاصدقاء كلهم، تبقى قاعده جميله على الفطار. لكن دلوقتي السنه دي ما شاء الله الدنيا يعني ما
معلش وحدي احنا وحدي قاعده في البيت بنلتزم. بس انا عايزه ارجع برده اقول لحضرتك، لما كنتي صغيره في رمضان وكنتي تشوفي الناس الكتيره اللي كانت بتيجي عندكم في البيت والاهل والصلة الرحم، يعني والد حضرتك كان برده حريص على ان هو يوصل لك المشاعر دي، ازاي نحس بالناس بابا كان حريص الفقراء ازاي؟ ايوه بالظبط كده، ان انا التراحم، ان انا اتصدق معاه، اشوفه هو بيعمل كده، يمكن بقلده في كل حاجه. لان هو بابا ده مكون شخصيتي جدا. يعني لانه نصايحه وكلامه وتوجيهه، وبعد في رمضان بالذات كان يحب نصلي مع بعضينا. في العيد لازم الاسره كلها بتاع هم يطلعوا، الولاد يطلعوا على الجامع يصلوا، وبعدين طبعا احنا بنصلي في البيت. لكن هو كان ملتزم بالطقوس الرمضانيه، وبعدين لازم قبل العيد ده يعني ما اقولكيش بقى انزل اشتري كل اللي انا عايزاه، الشراب والجزمه كان زمان وفي حضنك بقى يناموا في حضنك، لا يناموا جنبي على السرير والفستان. ماما كمان كانت بتفصلي فساتين جميله، لان كانت هي شاطره قوي في الحاجات دي، واخده دبلوم كبير عالي في الحاجات الاعمال اليدويه كلها. جميل. طب ايه اللي حضرتك كنت حريصه ان انت تاخديه من مرحله الطفوله دي وذكرياتك مع رمضان وتنميه او تغرزيه او تعلميه لاولادك بعد كده؟ طبعا انا بعمل نفس الطقوس، انا بقول لك انا كل سنه يعني نفس البصق، يعني بعلق انا بقى انا في بيتي بقى عندي جلسه لوحدها كده، تراس كبير بزوقه كله بكل بالقماش اللي هو الخيامية وحتى برضه المخدات والكلام ده كله بعمله. بنعلق حاجات، بنعلق الهلال والحاجات دي، بنبقى السفره بتتغير، نظام السفره، الاسره بتجتمع. احنا في الايام العاديه كل واحد بياكل لوحده تقريبا، يعني فرصه في رمضان تتلم، فرصه في رمضان بنتلم، فبنتلم مع بعض في رمضان، وبننزل نقعد مع بعض في التراس ده. فكنا الاول بنعملها في الجنينه لما الدنيا كانت صيف شويه، لكن بنعمل فخيمه كبيره. في البيت كنا زمان كنا بنعمل حاجات على صغير، لان ما كانش فيه فكره الخيمه في البيت دي يعني كتيره زي دلوقتي. طب مع الاحفاد بقى، يعني بتشوفي دلوقتي هم بتحسيهم مستمتعين وحاسين برمضان زي ما كنت حضرتك زمان، ولا بتحسي مش زينا؟ مش زينا، ما فيش فوانيس ولا بتاع خالص، ولا الموبايل والانترنت والفيس والكلام والاصحاب يعني عالم اخر. بهجة يعني رمضان عندهم مختلفة تماما، يعني خالص مختلفة. لكن بيحسوا ان في، انا دايما بحسس اللي معايا البيت يبقى ايه كله مجتمع، وان في شيء غريب وحط فوانيس كبيره زي دي، ويعني يبقى في اجتماع جميل. وبعدين انواع ونوعيات، اشكل في انواع الاكل، الحلويات والكلام ده كله، بس بنحط فاكهه طبعا، لان الفاكهه دي مهمه جدا. احنا لسه كنا بنقول انا بقول، بس انا بقول للدكتور ان الفاكهه عموما ما تتاكلش بعد الاكل الا بعد ساعتين، والا بتعمل تخمير في المعده، والناس تقعد تتكرر وتبقى عندها مشاكل في المعده. فالمفروض الواحد ما ياكلهاش على طول بعد الاكل على طول، لانها لكن ممكن نبدا بحاجه حلوه يعني في لا هو بصي انا بعمل التمر. حاجه جميله قوي، بجيب ميه سخنه مغليه وبحط فيها عسل ادوبه واشربها اول حاجه. اول حاجه يعني ده بدل الشوربه بقى ولا لا؟ لا دي اول حاجه، واستنى واخد بلحيه كمان واستنى. جميل. وبعدين ابتدي بقى يعني شويه شويه اخد شوربه، وبعدين اقوم اصلي، وبعدين ارجع تاني اكل بالراحه. ده الصح. يعني المشكله انك ايه في رمضان، عشان برضو ما تزيديش في الوزن، كميات صغيره، وابتدي مملي بطنك بالخس، خس والخضار والحاجات دي كلها، وبعدين خش بقى تقيل بعد كده. بس يعني لو ناكل من كل حاجه حته صغيره يبقى كويس. والقولون بقى يا دكتور، يعني باعتبار احنا يا خبر ابيض، المصريين هنا كله بيطلع بكرش قد كده. بالظبط. القولون والانتفاخات والغازات والكلام ده كله. طب قولي لي، يعني الناس زمان ما كانش برضو بتشتكي من كده يعني خالص؟ يعني يعني زمان في رمضان كانت الناس بتعمل برضو مائده رحمن، وكان كله كان بيتعمل، بس ما كانش بالكثره بتاعت دلوقتي. مائده رحمن ما كانتش بالكثره اللي كان اللي قبل المشكله اللي احنا فيها دي. ده في كل المناطق دلوقتي، يعني السنه ما فيش حته في مصر ما فيهاش مائده. بالظبط. لا بس انا كمان بتكلم على انه كمان جوه البيت كانوا بيعملوا ولايم وكل حاجه، بس ما بقول لك عزومات يعني تقريبا في الشهر كله حوالي 10 مرات. لان ده بقى دي فرحه كبيره، واجتماع مع الناس اللي حتى اللي ما بتجيش فرصه انك تشوفيهم. وانا عماله اتنطط بقى وماشيه الفانوس ومهيصه،
ولما كبرتي شويه يعني ودخلتي بقى مرحله الثانوي والجامعه والحاجات دي اتعودت ان اشتري فانوس واحطه على المكتب عندي. دي كانت لغايه دلوقتي. يعني حتى بجيبه لحفيدتي او لاحفادي التانيين، لكن هي اتعودت ان انا الفانوس ده يبقى موجود في بيتنا، ويبقى انا جايبه واحد كبير حطاه عشان وينور وكل حاجه. فهي العادات في الطفوله دي بتشكل وجدان الواحد خالص في كل حاجه، في تصرفاته، في مستقبله، في قيمه، وفي كل حاجه وعادات. يعني رغم انه حضرتك والدك من وانت صغيره كان بيغرس فيكي حته ان انت يا دكتوره طلعت يا دكتوره ايه ده، ايه لازم الطموح، طموح وعزه النفس والكرامه والشمم والاباء زي ما كان بيقول. الكلام كبير عليا جدا. يعني كلام كبير بيقول لي شخصيات قوية جدا. ومع ذلك عندك الحته العاطفيه دي برضو مرتبطه بحاجات لا عاطفيه. احنا كنا هو عاطفيين جدا، رومانتيك خالص احنا الاثنين. ماما كانت ست حزينه قوي قوي، يعني بتاعت شغل وبس، وده يعمل عمل البالانس في الشخصيه دي. صحيح. خليني يعني اسالك، طب كنت بتعملي ايه بالعيديه؟ يعني كنت تاخدي عيديه؟ العيديه دي انا كنت بفرتكها بومب بقى والحاجات اللي احنا كل زمان كان بومب وحاجات اللي بنعملها والصواريخ. وبعد كان في حاجه بيعملوها كده في الارض كده مش عارفه زي البارود كده يعمل صوت. لا كنا بنعمل اصوات. البومب ده كان يبتدي قبل ليله ما تصبح رمضان، تسمع البومب على طول في كل حته، الشوارع كلها بتضرب بومب. وكانت بيوتنا كلها شبه بعض زمان. والغريب من دلوقتي البيوت اختلفت خالص، ما بقتش زي بعض، كل بيت نمط اخر. صحيح. مختلف. لكن اللي في الشباب ان الشباب بقوا هم تقريبا طبعه واحده، الموبايل والقعده والانترنت، لان ده يعني اخذ مشاعرهم واتجاههم كله واهتماماتهم كلها. جميل. طيب احنا هنروح نشوف مع حضرتك كده تقرير جميل عملناه مع الناس برضو في الشارع، سالناهم ايه ذكرياتهم عن رمضان وهم صغيرين، نشوف قالوا ايه ونرجع نكمل. مش مجرد شهر عادي، هو شهر في وسط السنه كلها ليه احساسه وليه طقوسه الخاصه. برامج الكرتون اللي كانت بتيجي على اجزاء متعدده اللي هي ما بتخلصش في رمضان واحد، بعد كده بيجي برضو زي بكار زازا وجرجير. طبعا كان في زمان، طبعا قبل، طبعا كان في الشيخ الشعراوي، كان بيقلوا الصلاه من التلفزيون، صلاه الفجر، صلاه التراويح، الحاجات دي كلها مش موجوده دلوقتي طبعا. يعني فرحه رمضان يعتبر قلت دلوقتي، يعني زمان كان في فرحه تحس كده بريحه رمضان. ذكريات جميله طبعا، كان فيه اصحاب، كنا يعني بنلعب، بنتفرج على مسلسلات ونرجع بعد المغرب بالليل نمثلها احنا. كانت ذكريات جميله جدا واشياء يعني دلوقتي يمكن في اصدقاء من الواحد فعلا متذكرهم كان ما كانش بيقابلهم الا في رمضان. كنا بنستلف وزير، كنا بنشتري الفوانيس مع اصحابنا، كنا بنحتفل بيه اكنه تبعنا بالظبط، اكنه معانا بالظبط، كنا بنستنى من السنه للسنه، وكانت ايامه حلوه جدا بامانه يعني مش كلام. ذكرياتي مع رمضان زمان وانا صغير، اما كانت الطبليه تجمعنا كلنا، انا ابويا وامي واختي واخواتي، والفانوس الازاز اللي هو كان بيديني مشاعر رمضان والتقاليد القديمه كلها، هي دي رمضان. بتفكرنا بالزمن الجميل الحلو، ان الناس كلها بتحب بعضها وتخاف على بعضها وتود بعضها، وتلاقي الناس بتجمعها مع بعض، كل الاهل والاحباب والقرايب. برجع مرة تانية مع ضيفتي دكتورة ألفت السباعي، وعايزة أسألك بقى يا دكتور، لما كنت صغيرة يعني الصداقة في المرحلة دي كانت عاملة إزاي؟ وهل في صداقة يعني استمرت معاكي لغاية دلوقتي؟ في ناس كانوا من وأنت صغيرة أصدقائك وفضلوا معاكي لغاية دلوقتي؟ في السن الصغيرة قوي ما بينفع، ما فيش، لأن بعد ثانوية عامة وتخلصي كل المدرسة بتخشي بقى كل واحد بيتفرغ. من الجامعة بيبقى فيه أصدقاء. هم دول يمكن تعيشي معاهم بقيه العمر. ما اعرفش، انا بالنسبه لي ما كان في صديقه ليا مذيعه في الاذاعه الشرق اللي هي نانين صلاح الدين. دي كانت يعني ملازمه ليا، هي واختها ميرفت، كنا مع بعض على طول. هم دول فعلا امهاتنا، اصحاب مع بعض. وكنا دايما متلازمين في رمضان والعيد والكلام ده، وحتى في المدرسه يعني كنا مع بعض دايما. تمام. فهي دي من الاصدقاء اللي انا بس ما كملناش، ان هي دخلت في ادبي وانا دخلت علمي ومشيت سكه الطب، واخطات بعدت المسافه بيننا.
لكن لغايه دلوقتي معايا صديقتي اللي كنا في الكليه، لغايه دلوقتي احنا حبايب قوي اصحاب جدا. جميل. دكتوره شاطره جدا، دكتوره كاميليا مناش. طيب احنا هنعتبر برضو انه بداياتك في مجال الطب، ويعني برضو كنت لسه صغيره وبتبتدي خطواتك الاولى في هذا المجال، يعني ازاي فكرتي فكره انك تتخصصي في الجراحه؟ وحتى لما جيتي ترتبطي ارتبطتي برضو وتزوجتي؟ لا ده كان لازم، ده ما كانش، لو ما كانش احمد شفيق جراح يمكن ما كنتش اتجوزته. يا نهار ابيض، للدرجه دي بقول كان جنون عندي. لان يعني انت كنت عايزه لازم تتجوزي حد متخصص في مجال الجراحه. لازم اتجوز جراح، يعني حمود عايزه اتعلم المهنه دي باي طريقه. وكنت اتساءل ليه ما فيش بنات بتشتغل. يعني انت اتجوزتيه بقى عينك على ان هو يعلمك، يعني هو نشن عليا من ناحيه ونشنت عليا من ناحيه ثانيه. يعني كنت تعرف انه يعلمك اكتر، يعني عايزه اقترب من مثل اعلى اكون زيه. يعني هي القدوه، يعني انا لقيته في الكليه قدوه، لان انا اتاثرت الاول باسماعيل السباعي كجراح، وده كان جراح زمان اسم لامع جدا واكبر جراح في مصر. وبعدين تاثرت بعد كده ان ما شفت احمد شفيق في السنوات الاخيره بتاعت الرابعه وخمسه من الكليه، شكل لي اللي هو الشخص اللي انا عايزه ابقى زيها. تمام. حتى انا يعني ماشيه نفس الخطوات. اسماعيل السباعي ده كان عم حضرتك؟ قريب والدي. قريب والدي. اوكي. لكن فانت كنت يعني في الاول متاثره بيه؟ ده التاثير الاولاني. وبعدين تاثرتي باستاذك بقى احمد شفيق. كانت عليه عمه الله يرحمها كان عندها سرطان، وبعدين كنت انا ودادا بنروح معاها نوديها هنا وهنا ونروح له، زائد ان كان في علاقه في البيت مع بعض الاسر. فلكن هو ده اللي قربني منه، كنت اشوفها وهي بيكشف عليها وانا صغيره اخدني معاهم. فدي حاجه من الحاجات اللي شدتني ان انا ابقى في المجال ده. وبعدين انت عارفه بنتخرج كلنا جراحه عامه، بنشتغل مده جراحه، يعني تشتغل كل حاجه في الجسم. الدنيا اختلفت دلوقتي، ما فيش حاجه اسمها لازم تخصص. بتخصص التخصص، يعني تشتغلي في جزء صغير بين الجسم، يعني تاخدي قولون وشرج، تاخدي الجهاز الهضمي من الابر اللي هو الفوق الفوق العلوي، او تشتغلي بقى في حتة تانية شريين واورده والكلام ده والاوعيه الدمويه. طب بس حضرتك في البدايات، يعني دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي في الحوض وفي القولون وفي الشرج. لا دي كانت دي مرحله دي مؤخرة. مؤخرة يعني. لكن في الاول انت كنت في حاجه سنة. صعبه جدا كمان، تقريبا كنت اول سيده مصريه وعربيه وعلى مستوى العالم. لا ما اقولكيش، ده انا في جراحات الذكور يعني يعني العقم عند الرجال او مشاكل لما الذكورة. قصه العقم دي يعني باي تشانس كده، دي جات لي في السكه، كنت بعمل رساله الدكتوراه في دوالي الخصيه والعقم عند الرجال. وكان في عمليه جديده دكتور شفيق كان نازل بحث عليها، فانا اخذتها قال لي خديها اشتغليها في البحث بتاعك. يعني هو برضو اللي شجعك. بقول لك انا من اول كلمه لما طلب يخطبني قلت له انا عايزه بس عايزه اشتغل جراحه. قال لي هتشتغلي وهخليكي احسن واحده في مصر. وفعلا يعني الذكريات دي ما تتنسيش. اول كلمه قال لي حتى ما قاليش كده، قال لي مبسوطه هتتجوزي جراح. انت بتحبي جراح؟ قلت له هتتجوزي جراح. طب انتوا في رمضان برضو، خلينا نرجع لذكرياتكم في رمضان، يعني انت والدكتور شفيق كنتوا يعني ليكوا طقوس معينه مع بعض في رمضان؟ هو انت عارفه زمان كان في عمل في حياتنا وشغل، ورمضان ده كان زي الايام التانيه نشتغل على طول. لكن الجميل في ان احنا بنيجي نتجمع على الفطار وبناكل لقمه وقاعدين واحده، وبرضو النمط بتاع الاكل والشرب والحاجات دي واحد. لكن كان في وكانش ينزل العياده بعد الفطار، ما حدش بينزل بقى، كنا كلنا بنبقى قاعدين في البيت وتفرجوا على التلفزيون اتفرج على التلفزيون وانا بس هو الدكتور شفيق ما كانش بتاع التلفزيون قوي يعني. طب بصي اخبار بس اخبار بس. طب قولي الو كده يا دكتور. الو 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 استنى بص انا جايه متصربعه وريقي ناشف وصايمه وما نمتش والدنيا جميله قوي معايا، فريقي ناشف فمش صوتي عشان كده. طب عرفتي يعني مين؟ ما عرفتيش. طب اقول طب ممكن نقول جمله كده اي حاجه عشان نشوف بيجرب صوتي مش صوتي مش عاجبه. لا 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 ده تليفون، في حد معانا على التليفون عشانك. قول. الو يا دكتور الفا. اهلا. مين بقى معانا؟ اتكلم شويه. يعني احنا نكمل ذكريات رمضان بقى. طب قول لنا بقى ذكرياتك مع ماما ايه؟ لا ده دكتور اسماعيل. ايوه احمد شفيق. اهلا بيك يا دكتور. جراح العظيم، جراح القولون والشرج العظيم. ابن حضرتك طبعا. دكتور احمد شفيق. حضرتك عندك ولدين اسماعيل. دكتور علي. دكتور علي ودكتور اسماعيل. احنا معانا اسماعيل بقى.
اهلا بيك يا دكتور. ايه الذكريات الجميله اللي بتفتكرها بقى من رمضان مع ماما؟ والله الحقيقه احسن حاجه كانت دايما في رمضان اللمه، وخاصة ان كان طبعا دكتور احمد شفيق بالذات ودكتور عرفت طبعا كانوا بيبقوا مشغولين جدا في الايام العادية. فكان يعني اللمة اللي هي بتاعت رمضان على وقت الفطار والسحور دي كانت مهمة جدا جدا جدا. ودي الحقيقة دايما اللي لغاية النهاردة الواحد بيتذكرها وبيتذكرها بذكريات جميلة. يعني وقت ما كنا نقعد والفطار واللمه والكلمات، وكان الدكتور احمد شفيق رغم ان الناس كانت تنظر ليه ان هو كان شخصيه جاده جدا، لكن هو كان شخصيه لطيفه جدا في البيت. دمه خفيف. كان دمه خفيف في البيت وليه بعض التعليقات اللي هي تعليقات لطيفه. بس انتوا كنتوا ولدين يعني اكيد كان في شقاوه جامده جدا. انتوا في رمضان بقى كنتوا برضو فوانيس وحاجات زي كده ولا لا؟ كان في يعني مناقشات صعبه ولعب جامده بتاعت الولاد دي ولا ايه؟ لا لا لا، كان في شقاوه جامده ولعب وكله. كان الدكتور احمد شفيق يزعق ودكتور طيبه ما كانتش بتزعق. كاي كنت طيبه معاهم بيقول لك. وانت طيبه يا حبيبي. بيقول لك انت كنت طيبه يا دكتور. انا كنت طيبه كان عشان كان جامد معاهم. انت كنت مدلعاهم يعني. صح. لا انا كنت ما فيش. انا بالنسبه لهم ضايعه خالص. ما فيش خالص. كان الدكتور عامل شيء شديد قوي. لا أنا يعني ماما يعني ماما عمرها ما ضربت؟ لا 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 خالص. ولا الدكتور احمد شفيق؟ لا لا، هي الفكره ان هو حازم. عمره حتى الدكتور احمد شفيق ما عمره ما ضربنا ولا حاجه. لكن كان هو حازم بشده. الدكتور ألفت ما كانش فيه حزم خالص. دلع. لا بس لغايه دلوقتي ولا خلاص الدنيا اختلفت ولا ايه؟ لا لا لغايه دلوقتي. رجاله بقى كبار واصحاب اسر انتوا بقى دلوقتي يا دكتور اللي دلعوها بقى المفروض. طبعا طبعا دي فوق راسنا طبعا. حبيبي ربنا يخليكوا ليها ويخليها لكم يا رب. ربنا يخليك. احنا سعداء بمكالمتك وكل سنه وانت طيب والاسره كلها بخير يا رب. وحضرتك بخير يا استاذ. اشكرك. شكرا. ذكريات الولاد بقى دي حاجه ثانيه برده. ده دنيا ثانيه. لان فعلا كنا مشغولين جدا. نشتغل في رمضان، نشتغل على عمليات يعني ما شاء الله. انتوا كمان طلعتوا اثنين دكاتره شاطرين وناجحين. حياه الواحد انا كانت ناشفه قوي جامده قوي. فيها يعني ارهاق شديد. تعبت لان انا بصارع بطلع على جبل يعني بخربش في الصخر. لان كان ممنوع حد مش ممنوع، ما فيش قانون، لكن ما كانش فيه حد يسمح لان انا تمام. فانا فضلت لغايه لما ربنا اكرمني وسدد طريقي ان شاء الله. طب بس انا عايزه استغل برضو وجود حضرتك معانا كنموذج ناجح ومشرف الحقيقه. يعني امراه مصريه دخلت في مجال صعب ونجحت أوي. واثبتت وجودها. ازاي قدرتي تتعاملي مع الاولاد دول لما كانوا صغيرين؟ يعني برضو ازاي نفس الشيء زي ما بابا عمل فيا التنميه النفسيه ان لازم تبقي دكتوره، لازم انا بقى لازم تبقى جراح. دي زن وده هو برضو اللي ممكن يعني يشكل وجدان الولاد، يخليه بعد كده عنده هدف. وفعلا طلعوا بيحبوا المهنه واشتغل نفس الاساتذه في القصر العيني. أيوة. هما الاثنين في الجراء القولون والشرج وماسكين وحده القولون والشرج. فيعني دي حاجه تنميها في الولاد من الصغير. فكان دايما الكلام على السفره. احنا كلامنا كله اكتر على السفره مش عشان حتى في الايام العاديه. طيب الصعاب بقى والمشاكل اللي كان ممكن تواجه حضرتك من وانت صغيره، يعني كنت بتتقبلي المشاكل دي ازاي؟ وكان في فرق بين تقبلك ليها وانت صغيره عن وانت كبيره، يعني مراحل عمرك المختلفه. بس تقبلي وانا صغيره، عايزه اقول لك حاجه، انا كنت بتقبل بس كنت يعني ببقى عايزه سبورت من بابا. يعني بابا يعني كنت يبقى اضعف. كنت لسه ضعيفه؟ لا وانا صغيره عايزه ابويا اتعودت ان هو في ظهري. اقول لك حتى ما قابلت الدكتور شفيق رحت وقلت له حكيت له ان الدكتور صعب قوي وكنت بخاف منه الاول جدا بخاف منه جدا. وبعدين في الاخر بقى اللي انت باين عليك يعني ناويه لك على نيه. قلت له خلاص عرف. خلاص بقى يلا عرف. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. ربنا يدي لحضرتك الصحه والعمر ويمتعك كده بعمرك الجميل وبولادك وباحفادك. كل سنه وحضرتك طيبه. نورتينا واسعدتينا. اشكرك يا حبيبي. وبجد انبسطنا ان انت كنت موجوده معانا النهارده ورمضان كريم عليك. الله اكرم. وانا كمان سعيده بيك واهلا. كل سنه والمشاهدين طيبين. شكرا لحضرتك. بشكر طبعا ضيفتي الاستاذه الدكتوره ألفت السباعي استاذ الجراحه العامه وجراحه الحوض والقولون والشرج. وبشكر كل مشاهدينا ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من طعم البيوت.